القهوة هي امرأة عجوز لها أحفاد بررة يقبلونها كل صباح ومساء، وأنا أكثرهم حبا وبرا لها. لا شك مشاهدينا الكرام قد عرفتم موضوع الحلقة. سنتحدث اليوم عن القهوة، وبالضبط عن أحد أغلى أنواع القهوة وأكثرها جودة بالعالم. شاهدوا الفيديو لتتعرفوا على المفاجأة. قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتعم الفائدة الجميع. معكم عماد رزوق من المغرب، سعيد بمقاسمة حب المعرفة معكم لنتابع الحلقة. Coffee with or without milk? Well, how about a gourmet coffee that has been excreted by elephants? That is now a possibility thanks to a new brand of coffee made in Thailand, but the price could leave a nasty taste in your mouth. Blake Dinkin, the founder of Black Ivory Coffee, the elephants are fed a diet of ripe coffee cherries with their usual fruit diet. One day later, the beans are picked out of their dung by hand. But is it safe? Dinkin says he's heard all the poop jokes before. Pounds of usable beans. Dinkin hopes to increase production sixfold by next year, with part of the profits going back into the. مرحبا بكم متابعينا الكرام. هذه القهوة تسمى بالقهوة العاجية، وتأتي من مكان يسمى المثلث الذهبي بتايلاند. هذه المنطقة مشاهدينا الكرام معروفة أيضا بإنتاج الأفيون بكثرة. ولكن من الرغم من شهرة القهوة العاجية، فإنها تأتي من روت الفيلة. نعم مشاهدينا الكرام، كما سمعتم الآن، تصنع من روت الفيلة، وهو ما يجعلها أحد أغلى وأجود أنواع القهوة بالعالم. تبدأ عملية إنتاج القهوة العاجية من روت الفيلة عبر خلط حبوب البن مع قطع فاكهة الكرز، وتقدم للفيلة لالتهامها. بعد التهام هذا الخليط من قبل الفيلة، ينتظر المصنعون خروج الحبوب بعد 3 أيام من مرورها في الجهاز الهضمي للفيالة. وبعد ذلك مشاهدينا الكرام، يتم تنقية روت الفيالة وفصل الحبوب وغسلها وتجفيفها، ومن بعد ذلك تفحيمها. ومن المعهود عند التايلانديين أن 33 رطلا من خليط حبوب القهوة وفاكهة الفرز الذي يقدم للفيالة قبل الهضم ينتج هذا العدد رطلا واحدا بعد عملية الهضم، مما يجعل الكيلوغرام الواحد من هذه القهوة يساوي $1,100. تستخدم الفيالة في هذه العملية مادة لتكسير السليلوز، وهي تسمى عملية التخمير، لكسر السكر وفصله عن حبوب القهوة، ويساعد في إخراج حبة نقية من القهوة. هذه العملية مشاهدينا الكرام، عملية التخمير، تساعد أيضا في إزالة المرارة من حبوب القهوة، قهوة الفيالة، ما يجعلك تشرب هذه القهوة بدون إضافة السكر. مذاق هذه القهوة مشاهدينا الكرام هو قريب بالفعل إلى مذاق الشوكولاتة ممزوجة بنكهة الكرز، مع انعدام أي مرارة تذكر. وهي قهوة لينة تشبه مشروب الشاي، ما يجعلها خليط بين القهوة والشاي ونكهة الشوكولاتة والكرز، وهذا ما يجعلها بالضبط أجود أنواع القهوة بالعالم من حيث النكهة والجودة ومن حيث الثمن أيضا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقة مختصرة عن أغلى أنواع القهوة بالعالم. أتمنى أن يكون الموضوع قد أعجبكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والتعليقات ولايك للفيديو لتعم الفائدة الجميع. معكم عماد رزوق من المغرب، قناة نافذة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.